كل الحق عليك، كل الحق عليك. انت واحد مطعم وصل، وبقول لك اياها، انت واحد نصاب وحرامي. طلعي ايه؟ واقف واقف واقف. انت اصلا ما زالك شو اسمه عارف حالك بدك تنسحب، لو شو بترجع بتترشح؟ ما تروك المحل للامير علي، ما هو احسن منك. خلص حل عني، حل عني. عمي ابو رياض فوت فوت. مين؟ عمي ابو رياض. خلص اجى عباس بحكيك بعدين. الله معك. طوفي نعم شدي تليفون. بوش الخطا بوجهه لهيدا شو اسمه. انتوا مين؟ حتى ما نضل عم بمرك علينا يونيتس. انتوا مين على الان؟ شوفي انا وبلاتر. مين بلاتر؟ هذا تاع الفيفا. بتعرف بلاتر تاع الفيفا؟ بتعرفه؟ سامع فيه؟ ما عمل قصه وطني ورني اخر فتره. ما بقى احكي معه خلص، ما بقى احكي مع هيك عالم وهيك مستوى. ليه بقى؟ هذا واحد مطعم وصل نصاب وحرامي، وبعد هيك انه كمان كانوا كل ما نجتمع بالشو اسمه بالاجتماع تاع الفيفا. ايه لسانه زفر. شو يعني لسانه زفر؟ كان ضل يسبسب. كنا قاعدين بالاجتماع يقوم يزت كلام كبير، يقولوا مين سب؟ يقول لهم انا، يقول لهم بلاتر. عادوا سموه سب بلاتر. مشان هيك سموه سب بلاتر. كيفك؟ المهم انا منيح. المهم وين اللي بده يجي لعندي امبارح؟ نطرتني كل الليل على اساس جاي لعندك يا عباس. ما فتشت اجري؟ خير اللهم اجعله خير. شو صار لك؟ وقعت على الدرج؟ لا، ما كان عندي ماتش فوتبول. شو كان عندك؟ ماتش فوتبول. عمرك 90 وفايت بالمية. ما عمري 90. شو اسمك؟ لك انه كيف معقولي واحد مثلك بيلعب فوتبول؟ ما نحن عباس بعدنا لهلا بنلتقى نحن اللعيب شو اسمه اللي كنا نلعب؟ المخضرمين. المخضرمين ايه بعدنا لهلا بنلتقى مع بعض ونتسلى بين بعضنا وكل شيء. ليك عباس؟ ايه. ليف شاهين بيقربك؟ ليف مين؟ ليف شاهين الجولر تاع الاتحاد السوفيتي. سألني عنك امبارح. لحظة، ما ممنوع من ليفيا شاهين قصدك؟ لا، من بيت شاهين، ما من بيت ياسين. مش ياسين، اسمه ليفيا شاهين، معروف هيدا. بتعرفه؟ بعدين أنت سألك عنه؟ امبارح بالماتش. لك ما صارت عظامه مكاحل ميت الزلمة، أنت سألك. لا بس كنا عم نلعب سوية امبارح. ماشي، هلا أنت كيف فايت هالفوتي على الفوتبول؟ شو إلك بالفوتبول؟ طيب نوري شاهين بيقربك؟ مين نوري شاهين؟ هذا التركي. ايه مزبوط، في لعيب اسمه نوري شاهين تركي بيلعب مع دراتموند. مع مين؟ دراتموند. لك شو دراتموند؟ معقول اسمه دراتموند؟ ايه اسمها المنطقة دراتموند هونيك. ليه سموها دراتموند بقى؟ قد ما الهوا هونيك وكل شيء بيلعب بالمصارين. ايه اطلع لك الريحة. سموها المنطقة دراتموند. دراتموند بالعالم. لك حاسس اللي اسمها دورتموند بقى ما تعرف. هذا بالالماني ترجموها. طيب المهم ماشي الحال، انت شو خصك بالفوتبول اصلا؟ عباس شو؟ انا جبت الفوتبول على البلد. انت جبت مين جاب الفوتبول؟ انت جبت الفوتبول؟ مين جاب الفوتبول؟ كيف جبت الفوتبول؟ قطعت على تاع محل السبور، اشتريت من عنده الطابه وفوجبت على عبنا الفوتبول. هلا هيك بيكون واحد جاب الفوتبول. انا جبت الفوتبول. عمي ابو رياض هلا مشيني من القصه، انت شو خصك بكل هذه قصص الفوتبول بقى؟ عباس نعم، نحن انا اسست الفوتبول. اول شيء الفوتبول ما كان الفوتبول. شو كان؟ اول شيء الطابه كانت مبلطحه. لك معقولة الطابة مبلطحة؟ ايه كانت مبلطحة، ما الواحد يقدر يشوطها وكل شيء. كيف تعملوها هيك بقى؟ حتى انا دورت الزوايا وصارت مبرومة وسموها طابة. دورت الزوايا كلمة كبيرة هيك. ايه ماشي. طيب عال والملعب بقى؟ الملعب ايه؟ اول شيء كنا نلعب ببورة بحص وكل شيء. ايه؟ ما انا يعني كنا نحن والاولاد الحي. الاولاد الحي اوكي. نلعب بالبورة وكل شيء. او اول ملعب كنا نتجلف كثير عباس. مزبوط. نتجلف بعدني بوسكور مره عملت دبل كيك وطرقته الجول شو اسمه لهيدا الجولر هو بيقربك ليف شاهين. ليف شاهين ليفيا شاهين. طرقته الجول بالزاويه 9 ما قدر جايبها. زاويه 9؟ ايه بالزاويه 9 ما قدر جايبها. عمي ابو رياض اسمها زاويه 8. لا قبل كانت 9، كانت رقم 9 بعدين صارت 8. قعدوا بعدين 8. هلا عم نحكي بركي بنعملها شيء 5 او 4. هلا هيك عم تخططوا؟ ايه بتعرف المتقدم بالفوتبول. طيب المهم بعدني بذكر كنا نلعب بالملاعب شو اسمه البحص. عباس بحص؟ ما كان في لعب ملاعب حشيش. ما كان في ملاعب حشيش؟ اول ملعب حشيش نعمل بالعالم كلياته. ايه؟ بالبقاع. لا ايوه ايه مزبوط. ايه اول نعمل اول ملعب حشيش فوق. ايه عادوا بعدين صرنا نجيب الشتله ونزرعها بالملاعب، صار كل ملاعب العالم حشيش. هلا صرنا نصدر هذه الشتله وكل شيء. ايه
قياسات الملعب انت كيف عملتها هيك؟ لا قياسات يسلم تمك. طيب يسلم تمك. طيب لا قياسات عباس. انا بعتني بذكر مره ابويا ما نحن بيتنا كان على البحر. على البحر زي عباس وكل سنه نطرش البيت لانه بتعرف الملح بياكل كل شيء. مزبوط. عم بطرش انا كل ما حط الفرشاه بسطل البويا الاولاد تاع الحي شوطوا الطابه وقعوا لي سطل البويا. ارجع روح عند شو اسمه وجيب البويا عن جديد. عن جديد قول لهم يا عم العبوا جوات هالملعب. يقول لي ما بنعرف ما في ما حدد لنا الملعب وكل شيء. ايه حملت السطل قلت له زيح. قال له انت قلت له زيح. ايه اعمل زيح زيح انت من هون زيح زيح. قلت له بتلعبوا بقلب هيدي المربع. لا بدي اشوف واحد منكم عم بيلعب وشوط على شو اسمه. وهيك طلعت القياسات. طلعت هيدي القياسات. بس كلها هيدي على زمان الابيض والاسود بلشت انت. ايه عباس قديمه. ايه قديمه هيدي قديمه كثير. ايه ما انت ما شايف نحن اصلا كل كل صار ابوك صار ابوك عباس كل ثيابنا كانوا لونهم ابيض واسود. ايه بعرف. حتى مره بالماتش تاع الفوتبول مره واحد عمل فاول علي. ايه شو عمل؟ فاول هذا شو اسمه؟ الحكم بعدني بوسكار قبل ما كان في حكم. شو كان في؟ كان في كنت تجي فرقة 16 تفض المشكل. فرقة 16 كانت تجي تصفي الحكم؟ ايه يصفروا كل شيء لحتى يردوا عنا المشكل وكل شيء لأن كل ما يركب فاول يركب مشكل. ايه لا وقتها اجى الشيخ بيير صار في وقتها حكم صار هو يحكم نمتوشي. اه من وقتها؟ امبارح حكمنا الماتش. مين؟ الشيخ بيير. ايه ماشي رح مرق لك اياها. المهم ماشي. بعدني بوسكار وقتها الشيخ بيير هو اللي شو اسمه اللي اخترع البطاقة. طرقوا أول بطاقة لشو اسمه لهيدا اللاعب صفرة. أول وحدة لا ما كانت صفرة حمرة بيضة. طرق بطاقتين بيض حتى بالآخر ضل أزعر عطي البطاقة السوداء. لك ما كل العمر على البطاقات صفر وحمر. هلأ عن جديد بس صار في ألوان. ما بوقتها نحن ما كان في ألوان. آه كنا بعدنا على الأبيض والأسود. كانت تبين مزبوط هديك بس بلد. العباس كنت أول ما كنت جيب الجول أنا. إيه ارجع عيده شي 3-4 مرات بس على البطيء لحتى يرجع يقدر يشوفه المشاهد. ترجع بس تسجل الجول. سجل الجول مره سجلت جول. ايه دبل كي. ايه رجعت اضطريت نرجع نعيده. كان ياخذ الماتش اوقات 3-4 ايام او اسبوع على اعادات. على اعادات. اوف وكيف تقلب الدبل كيك بقى هيك؟ ارجع اقلبها اوقات ما تزبط معي يجي يشيلها الجولر. اها نقول له ما تشيلها بعيدة اعاده. خلص الجول فات. انحسب. طيب وعادوا بعدين كنا اللاعبين نحن نلعب شيء 18 لعيب ضد 18. لا كيف ما هي 10 وجولار ب 10 وجولار. عادوا بعدين عباس لانه كان الجول ما في شو اسمه شبك. منين هول 18؟ هول 18 نشيل سبعه من هون نحطهم ورا الجول سبعه من هون ورا الجول حتى بس نشوي يجيبوا الطابات بدنا نخلص الماتش. شو نعمل كل مطوشتنا نسويهم بعد الظهر ليجوا مين؟ الصياد من الصيد. صياد؟ صياد السمك. بس يخلصوا صيد السمك ناخذ منهم الشبك نعلقه صرنا حتى بعدين صرنا شو اسمه؟ مش مره بعدني بذكر الجولر تاعنا انعطب بالماتش. كيف انعطب؟ ايه انعطب. كيف انعطب؟ ايه والله انعطب. طلعنا شو بدنا نسوي؟ بدنا جولر. ايه شو عملت؟ ابوك ما في غيره الحاج ابراهيم. ابويا؟ ابوك ابو راغي لعب على الجول؟ هو اول مين شو اسمه اخترع عندنا الكفوف تاع الجولر. كيف بقى اخترعتوها؟ كنا قاعدين نعطب الجولر تاعنا. صرخت له ابراهيم ابو راغي قال لي شو اشبك؟ قلت له بتنزل توقف عنا على الجول؟ قال لي ما فيني هلا لانه الحجي منا هون. كنت انت بعدك صغير عم بتحممك. قال لي وانا مضطر بدي اجلي شيل الجليات ولابس الكفوف. قلت له انزل مثل ما انت. نزل بالكفوف وقتها صار كل الجولر جاي يلبسوا كفوف عباس. من ورا ابوي من ورا ابوه. يا لطيف يا عمي ابويا. ايش التسلل؟ هيت بقى هيت اللي خبريت التسلل. بعدي بذكر كنا بحرب النورماندي عم نحارب نحن والالمان. لك شو قصتك حرب النورماندي؟ بفوتوا علينا الامريكان من تاني ما. يا لطيف. بيطلع بيصرخ ابوك تسلل تسلل. كمان ابوي عم يصرخ تسللوا علينا. قال لهم خلص هيدي التسلل ناخذها على اللعبه. صار في تسلل باللعبه. ايه لحتى ما واحد يفوت وكل شيء من عنده هيك. في اوقات كان واحد يفوت يخيم حد الجول. والله ما فيك كمان عباس. ما فيك كمان عباس. مزبوط ما فيك كمان. لك طيب منيح مزبوط. شو قصتك على اصفر التعليقه؟ دخلك انت لعبت بافريقيا؟ طبعا عباس. وين لعبت؟ انا كنت بفريق فري تاون. وين كنت؟ فريق فري تاون. والله عندك شيء هلا؟ لا ما عندي شيء. لشوفي لانه بدنا شو اسمه نحضر فينال تشامبيونز ليج هلا نقلينه. لك شو نقلينه؟ من لعب تشامبيونز ليج وربحوا برشلونه. مين برشلونه؟
برشلونة لعبوا هني وجوفنتوس. لا بس هلا في ماتش بين سكة حديد وفريق حلمي سبور. لك أي سكة حديد عم تحكيني بفرق من 100 سنة؟ لا بس هلا جديد. شو هيئتك عمي أبو رياض؟ رجعت لك شو اسمك عم طلع يمين وشمال؟ شوفي يا لطيف وينه تحت إجري؟ مين هو؟ هذا الولد صغير. أي ولد؟ فلمن هون عمي أبو رياض. طول بالك فلمن هون. طول بالك طول بالك طول بالك. خلص خلص هلا بنروح بنحضر أنا وياك أحلى أحلى نهائي. إيه بابا إيه معك حق. لمين هذا؟ هذا الولد. لك أي ولد عم جنني؟